تحرك جديد لإعادة المسار السياسي في ظل وضع غير مستقر وتضاعف للأزمات وتعدد لأطراف القتال وعودة لدائرة لا حل. المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث وفي جديد تحركاته حث الأطراف المتصارعة على عودة الانخراط في العملية السياسية لإنهاء المأساة الإنسانية، مضيفا أن هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات لإنهاء الحرب في اليمن. وزيرة الخارجية السويدية خلال لقائها بالمبعوث الأممي مارتن غريفيث في العاصمة الأردنية عمان حثت جميع الأطراف على إعادة التواصل الفعال مع الأمم المتحدة والدفع بعملية السلام إلى الأمام. هذه التحركات تأتي بعد ارتفاع حدة التصعيد الميداني وعودة قصف طائرات التحالف على عدد من المحافظات، موقعة عشرات الضحايا في صفوف المدنيين. المبعوث الأممي دعا للبدء بالتحقيق في القصف الذي استهدف مركزاً للاعتقال في مدينة ذمار والذي راح ضحيته أكثر من 100 قتيل وعشرات الجرحى. محاولات عديدة لإعادة المسار السياسي، وهو المسار الذي ألغاه الواقع الميداني والمعارك المتصاعدة شمالاً وجنوباً في وضع يصفه مراقبون بالخطير، خاصة بعد توسع دائرته ودخوله في مسار جديد من الصراعات الداخلية والحروب التي تضاعفت تبعاتها بعد دخول التحالف وتحكم دوله بالمشهد السياسي والميداني ودعم كيانات وتشكيلات موازية للدولة وسلطاتها.